ماذا يسأل عن هل يشرع أو يستحب تقبيل الحجر الأسود دون طواف؟ نقول لا، الذي ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستلمه ويقبله في الطواف، ولم يرد أنه كان يذهب إليه ويقبله بدون طواف. ونحن لا نحدث شيئا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فتقبيل الحجر أو استلامه تابع للطواف، إذا كان فيه طواف تقبله أو تستلمه أو تشير إليه، وبدون طواف لا.